سلام. دوبني راجعة من الرياضة وحالتي حالة، بس قلت أبغى أصور على السريع لأن الفكرة في ذهني إنه الواحد لما يكون ماشي في طريق مثلاً و يعني محدد هدفه وأخذ بالأسباب كلها، في عركسات حصلت. طب الواحد إيش يفهم منها؟ الواحد لازم يسمع للرسائل اللي الله بيبعتها. أنا قلت إنه الواحد يعمل كل ما فيه، يعني أشياء عملية، أشياء عقلية، إنه الواحد يتخيل الوضع، إنه الواحد يحس بالهدف، إنه الواحد يسعى له. لما يجي عركسات زي كده معناها إنه الطريق هذا ما هو مظبوط، فالواحد يسمع ينتبه. ما هي مسألة إنه أنا أقدر أسوي وأنا حغصب كل حاجة في الدنيا عشان أحقق اللي أنا أبغاه، ما تجي كده، كله بإذن الله وكله بإن شاء الله. لما الواحد يبغى يسوي حاجة لازم يقول إن شاء الله إذا ربي أراد، والله عنده اسم جميل الفعال لما يريد. لازم الواحد يكون عنده الإحساس هذا إنه دائما بيرجع مشيئة الرب العالمين. الله أعطانا كرمنا وأعطانا حق الاختيار، في نفس الوقت لازم أسمع للرسائل هذه اللي فيها مصلحتي، وهذه بتقوي الصلة ما بين الشخص وربه، إنه هو يقبل ويسمع ويفوض أمره لربه ويتكل على ربه، بتقوي حتة اللي هي يسموها الحاسة السادسة. القلب هذا كله داخل في القلب، القلب إحساسه وحسه عالي جدا وبيتفوق على العقل في الحتة هذه، واعتبروا الآن القلب مخ تاني، بيفهم بيعرف بيخطط وفوق هذا كله بيحس. الواحد يعرفها أول رسالة كده قلبه يدق فيها، لما نبغى يناقشها ما حتزبط، ما حتكون صادقة. لكن لما ياخذ بيها من أول مرة ويفهم إنه هذا الطريق مو مزبوط، أكيد في طريق تاني الله حيدلني عليه، وكل شيء بإذن الله، وعلامة الإذن التيسير. سلام.